بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله مع بعض Lecture number 4 Course Probability and Statistics. هنكمل الشابتر الأول وهو تحت عنوان Probability. انتهينا المرة اللي فاتت أو المحاضرة اللي فاتت عند ال Product Rule وأخدنا ال Conditional Probability في حالة ال Independence وفي حالة ال Disjoint الشكل بتاعها بيكون عامل إزاي، وختمنا اخر حاجة بالمالتبليكيشن او البرودكت رول. نتكلم ان شاء الله النهاردة على جزئيتين اللي باقيين في الشابتر الاول، وهي توتال بروبابيلتي رول والبيز رول. لو بدأنا مع بعض بالتوتال بروبابيلتي رول، ايه هي القاعدة بتاعت التوتال بروبابيلتي؟ ايه الفكرة بتاعتها؟ الفكرة بتاعتها ببساطة بتوضح من الفين دايجرام اللي واضح قدامنا ده. الفين دايجرام ده بيوضح حاجتين. الحاجة الأولانية هي الإيفنت A اللي هي السيركل A، دي الإيفنت A، والS اللي هو الريكتانجل الكبير اللي بره مقسوم لجزئين. الجزء اللي ناحية الشمال هو الإيفنت E، يبقى من عند الخط ده كده بيقسم الS بتاعتك لجزئين. الجزء منهم هو إيفنت اسمها E، والجزء التاني بطبيعة الحال هو المكملة بتاعت الاي اللي هو يبقى الاي كومبلمنت. من الواضح ان الاي والاي كومبلمنت هما ديس جوينت، مفيش ما بينهم تقاطع، ده جزء لوحده وده جزء لوحده، الاتنين مع بعض بيكونوا لي الاس كلها. والسيركل اي هي السيركل او الايفنت اي هي السيركل اللي موجوده دي. طيب ايه بقى موضوع التوتال بروبابيلتي رول؟ التوتال بروبابيلتي رول بيقول لي ان انا اقدر اجيب لك الايفنت A او البروبابيلتي للايفنت A باستخدام الايفنت E والE كومبلمنت اللي هما تو ايفنتس الديسجوينت اللي موجودين عندي دول. طب ازاي هتقدر تجيب لي مجموع الA او احتمال الA كلها على بعضها باستخدام التو ايفنتس دولت؟ قال لي ببساطة شديدة ان تقاطع الA مع الE، يبقى الانترسكشن بتوين E اند A هو الجزء ده كده، يبقى الجزء ده كده هو عبارة عن الـ E intersection A. والناحية التانية تقاطع الـ A مع الـ E complement اللي هو الجزء ده كده، يبقى الجزء ده هو عبارة عن الـ E complement intersection A. من الواضح من الـ Venn diagram ان الجزء اللي هو E intersection A لو جمعته مع الجزء اللي هو E complement intersection A، الاتنين مع بعض لو عملت ما بينهم اتحاد او union هيطلع لك الـ A، وهو ده اللي احنا بنسميه التوتال بروبابيلتي رول، ان انت كانك جمعت الجزء ده زائد الجزء دوت مع بعض فطلعت من خلال التوتال دوت هو احتمال الاي. يبقى انا اقدر اكتب الكلام ده ازاي؟ انا اقدر اقول ان الاي دوت هو عباره عن، يبقى البروبابيلتي اوف اي هي عباره عن البروبابيلتي اوف اي انترسكشن اي اللي هو الجزء ده النص ده كده، ويونيون البروبابيلتي اوف اي كومبلمنت انترسكشن اي اللي هو الجزء ده، الاثنين مع بعض بيكونوا لي الاي. ومن الواضح ان هما ديس جوينت، تمام، مفيش جزء مشترك ما بين الناحيه دي والناحيه دي، تمام. فاذا اليونيون هنا طالما هما ديس جوينت يبقى هيبقى بلس، هيتحول لبلس، ومفيش هنا ناقص حاجه لان هيبقى نيجاتيف زيرو لان مفيش انترسكشن، لان الانترسكشن هنا ايكوال فاي، يبقى يساوي probability of E intersection A plus probability of E complement intersection A. طيب probability of E intersection A هجيبها ازاي probability of E complement intersection A هجيبها ازاي؟ احنا اخدنا المرة اللي فاتت او ختمنا المرة اللي فاتت المحاضرة بما يسمى multiplication او product rule. product rule كان بيقول ايه؟ بيقول ان انت لو كان عندك الكونديشنال بروبابيلتي وعندك البروبابيلتي بتاعت الجيفن تقدر تجيب البروبابيلتي بتاعت التقاطع، لان قاعده الكونديشنال بروبابيلتي كانت بتقول ايه؟ كان بيقول ان البروبابيلتي اوف اي انترسكت جيفن بي، ده الكونديشنال بروبابيلتي، بيساوي التقاطع اللي هو البروبابيلتي اوف اي انترسكشن بي ديفايدد باي البروبابيلتي اوف الجيفن اللي هو البروبابيلتي اوف البي. طيب لو انا كان معايا ده معطى وده موجود، انا عايز اجيب البروبابيلتي اوف اي انترسكشن بي، بمجرد ان انا هضرب الطرفين في مين؟ في البروبابيلتي اوف البي، فيصبح البروبابيلتي اوف اي انترسكشن بي بيساوي البروبابيلتي اوف اي جيفن بي مضروبه في او تايمز البروبابيلتي اوف البي. هو ده الكلام اللي انا هعمله هنا،
انت عايز تجيب التقاطع ومش موجود عندك او مجهول بالنسبة لك، بس موجود عندي ان انا اقدر اجيب الـ probability of A given E واضربها في الـ probability of الـ E، ومن هنا هجيب الـ probability of A given E complement واضربها في E times الـ probability of E complement، ودوت يكون هو بما يسمى الـ total probability rule. example، لو اخدنا مثال consider the information about contaminations in the following table، عندنا بعض المعلومات عن تلوث إشعاعي موجود بليفل معين وبيؤثر بدرجة معينة، موجود معلومات الكلام ده في التيبل اللي قدامنا ده. التيبل ده بيقول ايه؟ التيبل ده بيقول لي الـ probability of failure، انا عندي منتج معين نسبة احتمال ان المنتج ده يحصل له fail هي بتساوي كونتين اتنين في حالتين اتنين. الحالتين دولت هما ايه؟ قال لي في حاجة اسمها level of contamination اللي هو مستوى التلوث موجود قد ايه، ففي هاي، واذا لو هو مش مرتفع يبقى ايه نوت هاي اللي هو الكومبلمنت بتاعتها. طيب في حالة ان كان الليفل اوف كونتينيشن از هاي، وات اباوت ذا فيلير اوف ذا برودكت؟ ذا بروبابيلتي اوف فيلير از ايكوال تو 0.1، يبقى احتمال ان المنتج دوت يحصل فيه مشكلة او يبوظ بتساوي 1 من 10، وده معناه اللي هي 10% يعني 10%، دي كأنها بالظبط بتساوي 10%. في حالة ان الـ level of contamination is high، طيب واحتمال ان الـ level of contamination يكون high قد ايه؟ يعني نسب، يعني ما هو احتمال ان هيكون نسبة التلوث عالية؟ قال لي الـ probability of level هتبقى equal 0.2، يبقى احتمال ان نسبة التلوث هتكون مرتفعة هي 20% اللي هي 2 من 10، واحتمال ان هي هتكون not high is equal كام؟ 0.8 اللي هي 80% 80%. طب في حالة ان هو كان not high، ما هو احتمال ان البرودكت يكون failure؟ هيقولك بيساوي 0.005 اللي هي تقريبا 0.5%، يعني 0.5%. طيب ايه المطلوب بقى مني دلوقتي؟ المطلوب منك هو الاتي، تعالوا الاول نحط او denoted الايفنتس اللي موجودة عندي بليترز. يعني لو قلنا ان الاف denote للايفنت that the product fails، يبقى ان المنتج ده يكون failure هنسميها اف، هنرمز لها بالرمز اف. and let h denoted the event that the chip is exposed to high level of contamination، يبقى احنا هنقول ان ان يكون الكونتينيشن الليفل بتاعه هاي هنرمز لها بالاتش. طب لو قلنا نوت هاي يبقى اتش كومبلمنت، مش هنحط لها بقى رمز جديد لان هي هاي او نوت هاي، يبقى اتش اور اتش كومبلمنت. طيب ايه المطلوب؟ وات از ذا بروبابيلتي اوف ذا برودكت فيلز، ما هو احتمال ان المنتج دوت هيحصل فيه مشكله؟ تمام. طيب يبقى هو بيقول لي انا عايز البروبابيلتي اوف اف، ده المطلوب. طب فين المعطيات او الجيفنز اللي موجودة عندي؟ اول حاجة موجودة عندي هو الـ 0.1 ده. الـ 0.1 ده عبارة عن ايه؟ هيقول لي ده الـ probability of failure، بس الـ probability of failure اللي هتلاقي عنده قيمتين او رقمين، الرقم ده ايه والرقم ده ايه؟ قال لي الرقم الاولاني ده هو الـ probability of failure ولكن في حالة given ان الـ level of contamination is high، وال probability of failure equal 0.005 given that ان ال level of contamination is not high، يبقى ده conditional probability. تمام. ال conditional probability of f given h equal 0.1، وال conditional probability of f given h complement equal 0.005، وال probability of h اللي هو احتمال بقى ان يكون ال level نفسه high اللي هو هنا 0.2، وال probability of h complement equal 0.8. يبقى دي المعطيات اللي موجودة عندي، والمطلوب هو ايجاد ال probability of f، وكأنك بالظبط هتتعامل معاها بالقاعدة اللي احنا قلناها من شوية وهي total probability rule. كأننا لو رسمنا كده الفين ديجرام وهنعمل الايفنت اللي هي اللي احنا interested بيها هي الايفنت f، وهنقسم الاس بتاعتنا لجزئين الh وال H complement، اما يكون high واما يكون not high، ودي الايفنت F، والمطلوب هو ايجاد ال probability of F.
عشان اوجد البروبابيلتي اوف اف انا مش هقدر اجيبها كده مباشره، فهستعين بوجود الاتش ووجود الاتش كومبلمنت. فاروح هنا للجزء ده، الجزء ده هو عباره عن ايه؟ قال لي الجزء ده هو عباره عن الاتش انترسكشن مع مين؟ مع الاف، او الاف انترسكشن مع الاتش. يبقى الجزء ده كده هو عباره عن الاف انترسكشن اوف اتش مع الاتش، والجزء الناحيه دي هو عباره عن الاف انترسكشن اتش كومبلمنت. بمجرد ان انت بتجيب اليونيون بتوين ذيس تو ايفانتس، يبقى كانك بتقول انا هجمع ما بينهم لان الاثنين دول ديس جوينت، مفيش ما بينهم تقاطع. طيب يبقى انا كاني بالظبط بقول ان البروبابيلتي اوف اف ايكوال البروبابيلتي اوف اف انترسكشن اتش بلس البروبابيلتي اوف اف انترسكشن اتش كومبلمنت. طيب البروبابيلتي اوف اف انترسكشن اتش هجيبها ازاي؟ دي بقى هتيجي منين؟ من البرودكت رول او مالتيبليكيشن رول باستخدام الكونديشنال بروبابيلتي. يبقى اقول probability of f intersect given h times the probability of h، وهنا هتكون ال probability of f given h complement times the probability of h complement. القيم دي موجودة عندي هنا في المعطيات، تمام؟ هلاقي ان القيمة دي تساوي 0.1 وال probability of h equal 0.2 plus probability of f given h complement equal 0.005 times the probability of h complement equal 0.8، هتطلع 0.024. التوتال probability رول ممكن تطبقه على اكتر من تو ايفنتس بس، يعني مش شرط ان هي تكون القصه بتاعتك بالمنظر ده، مش شرط ان يكون ايفنت واحد وبتقسم هنا الاتش مثلا وهنا الاتش كومبلمنت زي المثال اللي فات، لا ده انت ممكن يكون عندك اكتر من مالتيبل ايفنتس زي الاكزامبل اللي قدامك ده او زي الصوره دي. الايفنت اللي موجوده عندي ديت هي الايفنت بي، وعندي 4 ايفنتس E1 E2 E3 E4. All of these events are mutually exclusive of these joints. مفيش اي تقاطع ما بين ال E1 وال E2 وال E3 وال E4 زي ما انت شايف. ال E1 بتاخد الجزء ده كده، والاي 2 تاخد الجزء ده كده من هنا لهنا، الجزء اللي في النص ده، والاي 3 الجزء ده، والاي 4 الجزء ده. لو جيت تجيب البي باستخدام الايز اللي موجوده عندك دي هتعمل ايه؟ هتقول انا هجيب الجزء اللي هو تقاطع البي مع الاي 1 اللي هو هيكون الحته دي كده، زائد تقاطع البي او الانترسكشن اوف بي اند اي 2 هيكون الجزء ده كده، بلس الانترسكشن اوف بي اند اي 3 اللي هو الجزء ده، بلس الانترسكشن اوف بي اند اي 4 اللي هو الجزء ده. يبقى القاعده بتاعتك ممكن تشتغل على اكتر من ايفنت، مش لازم يكون ايفنت او واحد بس والكومبلمنت بتاعته زي المثال ده، لا ده ممكن تكون مالتيبل ايفنتس زي الشكل ده. ومن هنا كانك بتقول انا هجيب البروبابيلتي اوف بي انترسكشن اي 1 عن طريق ايه؟ عن طريق الـ conditional probability. بتقول الـ probability of B given E1 times الـ probability of E1 and so on، هتكمل ايه الباقي بنفس الطريقة. هنا مثال ممكن يوضح لي القصة دي على 3 events. In this example we show that 3 machines P1 and P2 and P3 makes 30%, 45%, 25% respectively of the product. عندي مصنع، المصنع دوت فيه تلاتة ماشينز سميناهم هنا B1 B2 B3. الماشينز ديت كأنها خطوط انتاج كده جوه المصنع بتصنع منتج معين، وليكن ان انت هتصنع for example موبايل فون، and machine 1 product او make 30% of the product of the mobiles. يبقى الماشين رقم واحد اللي هي B1 بتنتج 30% من الانتاج بتاع الموبايلز اللي الشركة دي بتطلعها. يعني لو احنا انتجنا النهاردة في اليوم
100 موبايل، يبقى الماشين رقم واحد دي هتنتج 30 موبايل من المية دول، ولو انتجت بقى عدد اكبر بتاخد نسبة 30%. طيب الماشين رقم اتنين تنتج 45%، والماشين رقم تلاتة بتنتج 25%، لان احنا عرفنا قبل كده موضوع الريسبكتيفلي ده، لما قلنا ان البي 1 والبي 2 والبي 3 هما بينتجوا 30 45 25 ريسبكتيفلي، يبقى بوزعهم بالترتيب زي ما هما ظهروا بي 1 بي 2 اند بي 3، زي ما هما عندي 30% 45% 25% بنفس الترتيب، هوزعهم بنفس الترتيب. طيب ماشي، ده كده اول معلومه انا عرفتها، وان ان الماشينز بتنتج بنسب مختلفه، مش كلهم بينتجوا بنفس النسبه. نكمل بقيه السؤال. It's known from past experience that 2%, 3% and 2% of the product made by each machine respectively are defective. بيقول لك يعني من الخبرة بتاع من السابقة والتجارب السابقة لقينا ان 2% من اللي بينتجوا الماشين الاولى كان فيهم مشاكل معيوب. يعني انا كماشين رقم واحد او خط الانتاج الاول اللي هو اسمه بي واحد بينتج 30% من الانتاج بتاعي اليومي، وبيطلع من الانتاج اللي هو بينتجه ده 2% من اللي هو بيطلعه بيكون فيه عيوب، و 98% بيكونوا سليم. الماشين التانية بتنتج 45% من انتاجي، وبتطلع من اللي هي بتنتجه 3% فيهم عيوب، يبقى 97% مفهومش عيوب، وهكذا. يبقى دي المعلومة التانية. Now suppose that a finished product is randomly selected. يبقى انت في الاخر اخترت product randomly، خدت product كده عشوائي من المنتج، خدت موبايل يبقى select موبايل random من الشركة بقى كلها. يبقى انت عندك ادي كأن ديت الشركة بتاعتك، وهنا ده اللي هو البي واحد، وده اللي هو البي اتنين، وده اللي هو بي ثري، وبعدين في الاخر هنا بيطلعوا كلهم المنتجات بتاعتهم، وانت جيت هنا ورحت واخد ايه، اخترت موبايل من الشركة دي، وما انتش عارف هو ايه، ما تعرفش هو جاي من انهي ماشين من التلاتة، انت اشتريت موبايل من المصنع ده وخلاص. What is the probability that it's defective؟ ما هو احتمال ان الموبايل اللي حضرتك هتشتريه ده هيكون معيوب؟ طيب لو انت كنت قلت لي انا هروح اخد موبايل من الماشين رقم واحد، كنت هقول لك احتمال انه يكون معيوب 2%، لان ده معطى. لو كنت قلت لي انا هدخل جوه الشركة واخد موبايل طالع من الماشين بي 2، كنت هقول لك يبقى احتمال انه يكون معيوب 3%، وهكذا. ولكن السؤال هنا ان انت اخدت الموبايل دوت بدون ما تعرف هو جاي من انهي ماشين، فانت عايز تجيبها بصورة عامة، فهنا السؤال ده مش موجود عندي في المعطيات. تعالوا نطلع المعطيات بتاعتنا كده، وبعدين نبتدي نفكر ازاي هنوجد المطلوب اللي اتسألت فيه في السؤال ده. يبقى احنا الاول ممكن ندي رمز للبرودكت از ديفكتيف، هنرمز له بالرمز دي، يبقى دي دينوتد للديفكتيف، ويبقى المطلوب بتاعي فايند البروبابيلتي اوف الدي، يبقى هو دوت المطلوب بالنسبه لي. تعالوا نطلع المعطيات بتاعتنا. اول ثلاث معطيات هو البروبابيلتي اوف بي 1 ايكوال 0.3، والبروبابيلتي اوف بي 2 ايكوال 0.45، والبروبابيلتي اوف بي 3 ايكوال 0.25. ليه؟ لان زي ما اتفقنا البي 1 بينتج 30%، يبقى احتمال ان يكون المنتج من او احتمال انتاج البي 1 قد ايه؟ 30 على 100، يبقى 0.3، تمام، يبقى 30 ديفايدد باي 100 عشان تطلعه كرقم probability. والبروبابيلتي اوف بي 2 45 divided by 100، والبروبابيلتي اوف بي 3 25 divided by 100. اوكي، بقى معايا دلوقتي ثلاث معطيات، احتمال البي 1 والبي 2 والبي 3. الثلاث معطيات التانيين هيجوا لي من المعلومه الثانيه اللي هي كانت بتقول ان 2% من انتاج بي 1 معيوبين، فهقول ان البروبابيلتي اوف ديفكتيف اللي رمزنا لها بالرمز دي، يبقى البروبابيلتي اوف دي given معطى ان هي جايه منين؟ من الماشين بي 1 given بي 1، يبقى كاني بقول ما احتمال ان يكون المنتج ده ديفكتيف معطى او في حين او بشرط ان يكون جاي منين؟ من الماشين بي 1 given بي 1.
يبقى هو جاي من ال او made by the product the machine B1 هيساوي كام؟ هيساوي 2% اللي هي هتبقى 2 divided by 100 يبقى 0.02. وال probability of defective given B2 هتساوي كام؟ 3 divided by 100 يبقى 0.3. وال probability of D given B3 هيساوي 2% اللي هي هتساوي 0.02. طيب طلعت دلوقتي انا الست معطيات اللي عندي، ودلوقتي المطلوب بتاعي هو ايجاد البروبابيلتي اوف دي. البروبابيلتي اوف دي، طب لو احنا عملنا فين دايجرام بالشكل ده، ده هنطبق القاعده بتاعه التوتال بروبابيلتي رول اللي احنا اخدناه، وقلنا ان احنا هنرسم الشكل ده كده يمثل الدي، يبقى ده كده يمثل الدي اللي هو الديفكتيف، وهو ده اللي انت عايز تجيب البروبابيلتي له، يبقى عايز تجيب البروبابيلتي اوف الدي. طب الدي دوت بيجي من اكتر من حاجه، واول حاجه هي البي واحد، يبقى دي البي واحد بي 1، وهنا دي البي 2، ودي البي 3. وعلشان لان العيوب بتيجي من الثلاثه، يعني مش ماشين واحده، مش بي واحد لوحدها هي اللي بتطلع الدي كلها، ولا بي 2 لوحدها هي اللي بتطلع الديفكتيف كله، ولا بي 3 لوحدها اللي بتطلع الديفكتيف كله، لا ده الديفكتيف بيجي جزء منه جاي من الماشين بي 1، وجزء منه جاي من الماشين بي 2، وجزء منه جاي من الماشين بي 3. هو ده اللي واضح قدامي في الرسمه. واصبح دلوقتي علشان تجيب البروبابيلتي اوف الدي، يبقى انت محتاج تشوف الدي انترسكشن بي 1، وهنا ده الدي انترسكشن بي 2، وده الدي انترسكشن بي 3، دي انترسكشن بي 1، دي انترسكشن بي 2، دي انترسكشن بي 3، اند هتجيب ما بينهم الايه؟ الاتحاد. والاتحاد بما انهم دي جوينت والماتشوال اكسكلوسيف، اذا انت هتجمع ده بلس بلس بلس، تمام؟ هتجمع ده زائد ده زائد ده. طيب يبقى انا دلوقتي كاني بقول انا عايز اجيب البروبابيلتي of D intersection B1، هجيبها ازاي؟ هجيبها عن طريق المالتيبليكيشن رول، اللي هو هيقول لك ايه؟ البروبابيلتي اوف دي جيفن بي 1 في البروبابيلتي اوف بي 1 بلس البروبابيلتي اوف دي جيفن بي 2 في البروبابيلتي اوف بي 2، وهنا البروبابيلتي اوف دي جيفن بي 3 في البروبابيلتي اوف بي 3. ده كان بيمثل بالنسبه لي البروبابيلتي اوف دي intersection B1، وده كان بيمثل بالنسبه لي البروبابيلتي اوف دي intersection B2، وده كان بيمثل بالنسبة لي probability of D intersection B3. طب المعطيات دي موجودة عندي؟ كلها موجودة عندك اهو. probability of B of D given B1 equal 0.2 times probability of B1 equal 0.3 and so on. كل المعطيات موجودة عندك، هتطلع الناتج اللي هو probability of D. يبقى ده احتمال ان المنتج اللي انت حضرتك هتروح تجيبه من الشركة هيكون فيه عيب، هيكون فيه مشكلة، بغض النظر عن انك عرفت او هتعرف هو جاي من انهي ماشين من الثلاثه اللي موجودين جوه المصنع. ناخد مثال كمان، another example. box number 1 contain 2 red balls and 3 blue balls. box number 2 contain 5 red balls and 2 blue balls. يبقى انا عندي صندوقين، الصندوقين البوكس الاولاني فيه 3 كور باللون الازرق وكورتين باللون الاحمر، والصندوق الثاني فيه كورتين باللون الازرق وخمس كور باللون الاحمر. والمطلوب هو if the selection of two boxes is equally likely، وبيقول لك كمان ان اختيارك، انت هتروح تختار كوره بس هتختارها من انه صندوق، بيقول لك نسبه اختيارك لاي من الصندوقين is equally likely. طب نطلع بايه من المعلومه ديت؟ هنطلع بالمعلومه دي ان نسبه ان انا هختار من الصندوق ده قد نسبة الصندوق ده بالظبط، اذا دي كأنها 50% ودي 50 50 50، يبقى دي هتبقى نص ودي هتبقى نص، يعني احتمال ان انا هختار من الصندوق الاول بنص، واحتمال ان انا اختار من الصندوق الثاني بنص. and you select one ball، يبقى انا هختار كام كرة؟ كرة واحدة. what is the probability that it's red؟ ما احتمال ان الكرة دي هتكون باللون الاحمر؟ لو حد يعني بص على السؤال كده وقال لو انت حددت لي الصندوق
وقلت لي ما هو احتمال ان البروبابيلتي او الكره اللي انا هحسبها هتكون باللون الاحمر، بقى سؤال سهل. لو انت قلت لي مثلا فور اكزامبل فروم بوكس 1 نمبر 1 وات از ذا بروبابيلتي ذات ذا بول از ريد، هقول لك 2 اوفر 5، 2 على 5. ليه؟ لان عدد الكور اللي باللون الاحمر هي 2، والعدد كل اللي موجود في الصندوق هما 5 كور، يبقى نسبة احتمال ان الكورة هتطلع باللون الاحمر هو 2 على 5. and for example if you select one ball from box number 2 what is the probability that it's red، هيبقى 5 divided by 7، يبقى 5 على 7. طيب ماشي، انما دلوقتي السؤال مش كده، السؤال ان انت هتختار كورة من احد الصندوقين، انت مش عارف هتختار من انه صندوق، ونسبة اختيارك من الصناديق دي equally likely، ما احتمال ان الكرة اللي انت هتسحبها دي هتكون باللون الاحمر. امال اللي انت قلتهم لي من شوية دول ايه؟ لا، اللي انا قلتهم لك من شوية دولت كانوا عبارة عن conditional probability. ليه conditional probability؟ لانك انت حطيت condition او حطيت given ان انت اخترت من الصندوق ده او اخترت من الصندوق ده، يبقى حطيت هنا given. انما لما اقول لك probability of red ده بدون conditional، انت كده مش عارف هو هتبقى جاية من انه صندوق. زي بالظبط المثال بتاع الايه، الماشينز اللي كان اللي فات اللي احنا اتكلمنا فيه، انت رحت اشتريت برودكت بس مش عارف هو جاي من انه ماشين، هنا برضه انت هتسحب كرة بس مش عارف هي هتيجي من انه صندوق، كأنك هتغمض عينيك والصندوقين دول على ترابيزة بيلفوا كده، وبعدين هتختار كرة من غير ما تعرف انت هتختار من انه صندوق، واحتمال ان الكرة دي هتكون باللون الاحمر. تمام. طيب نطلع المعطيات بتاعتنا الاول، بما ان هي equally likely اذا probability of B1 هتساوي probability of B2 هتساوي 0.5، يبقى 50% 50%. تمام، كنسبة اختيار للصناديق. وهندي رمز للريد بالR، وندي البلو denoted by P، والمطلوب هو probability of R. probability of B1 equal probability of B2 equal 0.5، ده اول معطى طلعناه لانه قال لي ان الصندوقين equally likely في اختيارهم. والمعطى الثاني اللي انا كنت لسه بتكلم فيهم من شويه، probability of R given B1، زي ما انا كنت قلت لك لو انا حددت لك الصندوق ده يبقى معطى، يبقى انت دلوقتي هتقدر تطلعها بسهوله. زي ما انا قلت لك لو انت عايز تعرف احتمال ان تكون باللون الاحمر بس انا حددت لك او اديتك جيفن ان هي جايه من البوكس الاولاني، يبقى هتروح للبوكس الاولاني وتشوف، يبقى هتلاقي عندك فيه كورتين باللون الاحمر وخمس كور، يبقى 2 على 5. والبروبابيلتي اوف الار جيفن بي 2 يبقى هتساوي 5 ديفايدد باي 7. البروبابيلتي اوف الار بقى هنجيبها ازاي؟ البروبابيلتي كانك بالظبط هتعمل ايه؟ هتعمل الرسمه، ادي الار ديت الريد، الرد ده مش موجود في مكان واحد، ده موجود في الصندوقين، موجود في الصندوق جزء منه موجود في الصندوق بي واحد وجزء منه موجود في الصندوق بي 2، فكأنك هتجيب الجزء بتاع تقاطع الار او الار انترسكشن بي 1 والار انترسكشن بي 2 وهتجمعهم، يبقى البروبابيلتي اوف ار انترسكشن بي 1 هتيجي ازاي؟ هتيجي عن طريق الكونديشنال بروبابيلتي في الجيفن اللي هو المالتيبليكيشن رول او البرودكت رول، هيبقى البروبابيلتي اوف ار جيفن بي 1 تايمز البروبابيلتي اوف بي 1 بلس البروبابيلتي اوف ار انترسكشن بي 2، هتيجي ازاي؟ يبقى البروبابيلتي اوف الار جيفن بي 2 تايمز البروبابيلتي اوف بي 2. المعطيات دي كلها موجوده عندي اهي. تمام، يبقى البروبابيلتي اوف ار جيفن بي 1 ايكوال 0.4 تايمز البروبابيلتي اوف البي 1 ايكوال 0.5، هتقدر تجيب الايه القيم كلها من المعطيات وتعوض وتطلع الناتج. يبقى اللي انا جبته دوت هو probability of r او probability of the ball it's r it's red، لان انا مش عارف انا اختار من انه صندوق. اخر قاعدة في الشابتر الاول او اخر جزئية في الشابتر الاول، وهي البيز رول. البيز رول الحقيقة هي مهمة جدا، وهتلاقي استخداماتها بعد كده، يعني هتلاقي عندك مواد بعد كده وانت في سنة تالتة وفي سنة تانية وفي سنة رابعة، هتلاقي في بعض المواد، مواد زي اللوجيك، مواد زي الماثماتكس، مواد زي الكمبيوتر اورجانيزيشن، الحاجات دي كلها هتلاقيها فيها استخدام للبيز رول. والبيز رول الحقيقة قاعدة بسيطة جدا ولكن بتستخدم كتير.
القاعدة ببساطة شديدة بتقول ايه؟ يقول ان انت لو عندك conditional probability ل A given B ومش عارف تجيب ال conditional probability بتاع ال B given A، او العكس يعني معاك واحدة وما بتعكس ال A، بتعكس ال two events. يعني انا معايا ال conditional probability of B given A والمطلوب مني ان انا اطلع ال conditional probability of A given B. طب هل في relation تربط ما بين الاتنين دول وبعض؟ يعني هل في معادلة كده او رول نقدر نكتبها نربط فيها او نعمل فيها relation between ال probability of A given B and the probability of B given A؟ قال لي القاعدة دي هتقدر تجيبها منين؟ قال لي مش انت كنت عندك الاتنين conditional probability دول بي عندهم common factor كده، عندهم عامل مشترك. ايه العامل المشترك اللي عندهم؟ وهو ال probability of A intersection B. طيب بما ان ال probability of A intersection B هي مشتركة ما بين الاتنين، طب هل نقدر ان احنا نطلع علاقة باستخدام التقاطع ده؟ الاجابة هي نعم. لو انت قلت انا عايز اجيب ال probability of A intersection given B، probability of A given B، كنت بتقول بتساوي ايه؟ كنت بتقول بتساوي ال probability of A intersection B على ال probability given اللي هو ال probability of B. ومنها كنت ممكن تقول في التوتال ال product rule او multiplication rule، كنت بتقول ان ال probability of A intersection B equal the probability of A given B في the probability of B. ولسه كنا بنحل بيها برضو في total probability rule نفس القاعدة. طب لو انت عكست، لو قلت انا عجيب the probability of B given A هتساوي ايه؟ هتساوي نفس البسط. يبقى عندي هنا مشترك فين؟ الاشتراك في البسط، البسط بتاعهم زي بعضه، هو the probability of A intersection B هي يبقى the same، الاتنين دول زي بعض، ولكن المقام بس هو اللي مختلف، هيبقى ده probability of A، لان دايما بتقسم على probability للجيفن. طب ولو انت جيت تقول هنا طب البسط ده بيساوي ايه؟ هيساوي probability of B given A times probability of A، وهنا هيساوي probability of A given B times probability of B. طب بما ان الاتنين دول بيساوي بعض، اذا برضو الحاصل الضرب بتاع الحاجتين دول بيساوي بعض، تمام؟ يبقى هنا ال probability of A given B times ال probability of B equal ال probability of B given A times ال probability of A. من هنا بقى نقدر نطلع علاقة او relation ما بين ال A ما بين الاتنين دول وبعض. يعني انت دلوقتي لما يكون متوفر معاك في السؤال given ال probability of B و given ال probability of B given A و given ال probability of A، التلاتة دول جايين معاك في السؤال في المعطيات، والمجهول بالنسبة لي السؤال على ايه؟ السؤال على ال probability of A given B دوت ال question بتاعي، اقدر اجيب؟ قال لي تمام، انت بمجرد ان ده المجهول الوحيد اللي عندك والتلاتة التانيين دولت انت عارفهم موجودين عندك في السؤال، اقسم الطرفين على ال probability of B، شيل ال probability of B من هنا واكتبها هنا في المقام ال probability of B. يبقى انت قسمت الطرفين على ال probability of B، وبكده طلعت ايه؟ ما يسمى البيز رول. يبقى البيز رول هي ما هياش حاجة جديدة، ما هياش قاعدة محتاجة اثبات، يعني احنا عملنا الاثبات بتاعها، هي حاجة بسيطة جدا، هي عبارة عن ريليشن شيب ما بين البروبابيليتي اوف الاي جيفن بي والبروبابيليتي اوف البي جيفن اي. ده طبعا بشرط ان لازم تكون البروبابيليتي اوف البي موجودة، تكونش ايه، ما تكونش بتساوي صفر. وده ممكن يستخدم معاه كمان التوتال probability rule اللي احنا قلناها من شوية. ازاي؟ قال لي لو انت بتطبق القاعدة دي هتقول ال probability of B given E1، لان هنا هو طالب ال probability of E1 given B، يبقى البسط بتاعي يكون عبارة عن ال probability of B given E1 times ال probability of E1 ومقسوم على ال probability of B. البروبابيليتي اوف البي قد تكون ايه؟ بالشكل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو بتاع التوتال بروبابيليتي رول، تلاقيه هنا متقسم كده، هنا دي اي 1 والجزء ده كده هو الاي 2 والجزء ده كده هو الاي 3 وهكذا اند سو اون.
وهنا هو ده الايفنت اللي في النص دي هي البي اللي انت عايز تجيب البروبابيلتي ليه. فتلاقي نفسك كأنك بتجيب الجزء ده زائد الجزء ده زائد الجزء ده زائد الجزء ده وهكذا، يبقى هتلاقي نفسك بتطبق في المقام قاعدة التوتال بروبابيلتي رول اللي احنا حلينا بيها المثالين بتوع الصناديق اللي فيها الكور وبتاع الماشينز اللي احنا حليناه مع بعض من شوية. تعالوا نطبق البيز رول في البريفيس اكزامبل اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه بتاع التو بوكسز اللي جواها بعض من الكور باللون الازرق وباللون الاحمر. السؤال اللي احنا حليناه مع بعض من شويه كان هو what is the probability if you select one ball at random, what is the probability that the ball is red, اللي هو كان البي اوف ار. ده اللي احنا حليناه مع بعض في السلايدز اللي فاتت لما كنا بنتكلم على total probability rule. السؤال هنا انا هغيره، يبقى انا هغير هنا السؤال، هخلي السؤال ازاي؟ the selected ball was red، يبقى ده كده given، يبقى كده the selected ball was red، يبقى ده given، ده كده given معطى. what is the probability that it's from box number one، يبقى المطلوب بالنسبة لك دلوقتي هو ايه؟ السؤال دلوقتي اتغير بقى، ما بقاش ده السؤال، ده السؤال اللي احنا حليناه مع بعض في القاعدة بتاعت التوتال بروبابيلتي رول. طب احنا دلوقتي السؤال بقى عامل ازاي؟ بيقول لك جيفن معاك ان الكرة اللي انت طلعتها دي انا بقول لك ان هي هتبقى لونها باللون الاحمر، يبقى ده بقى معطى. ما احتمال بقى ان الكرة دي تكون اتسحبت من الصندوق الاول؟ يبقى هتقول find the probability of P1 given R، يبقى ال R دي جاية لايه؟ اه دي given ان ال ball was red، ده given. والمطلوب what is the probability that it's from box number one، يبقى هنا كأنك انت المطلوب بتاعك بقى عبارة عن ايه؟ ال probability of P1، ما هو احتمال ان هي هتكون من الصندوق الاول، معطى او given ان هي كانت باللون الاحمر او كانت red. طيب انا لو كنت طلعت معطياتي زي ما عملتها في المثال اللي فات، انا قلنا ان ال B1 equal probability of B2 equal 0.5 لانه كان قال لي ان هما equally likely، وكمان لما ادينا رمز R للريد و B للبلو قدرنا ان احنا نطلع احتمال ان هي تكون باللون الاحمر بس جاية من الصندوق الاول، قلنا 2 على 5، واحتمال انها تكون باللون الاحمر بس جاية من الصندوق التاني 5 على 7. بس دلوقتي احنا انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب ال probability of B1 given R، ولو بصينا في المعطيات دي مش هنلاقي ده موجود. طب ده هنجيبه ازاي؟ قال لي ده هنجيبه باستخدام البيز رول. ازاي؟ قال لي ان احنا هنقول البص بتاعي هتقلب الاثنين، يبقى البروبابيلتي اوف الار جيفن بي 1 في البروبابيلتي اوف البي 1، دايما في البروبابيلتي بتاعت الجيفن على البروبابيلتي اوف الار. كلام جميل جدا. طب البروبابيلتي اوف الار جيفن بي 1 موجوده عندي اهي 0.4، والبروبابيلتي اوف بي 1 موجوده عندي 0.5. البروبابيلتي اوف الار فين؟ البروبابيلتي اوف الار ما هو ده كان اللي احنا حليناه فين؟ في المثال لما كنا اللي فات لما كنا بنتكلم على التوتال بروبابيلتي رول. يبقى كأن المثال دوت بيخليك تحل الـ السؤال اللي فات كمان، يعني السؤال ده هيخليك تحل الجديد بتاع البيز رول والسؤال اللي فات كمان بتاع التوتال بروبابيلتي رول. فهتلاقي عندك هنا الباست خلاص موجودين، ولكن المقام بتاعي هنعمل ريكول للمثال اللي احنا حليناه مع بعض. كان طلعناه ازاي؟ كنا قلنا ان هو عباره عن حاصل ضرب البروبابيلتي اوف الار جيفن بي 1 في البروبابيلتي اوف البي 1 بلس البروبابيلتي اوف الار جيفن بي 2 في البروبابيلتي اوف البي 2، وده كله موجود عندك في المعطيات. هتضرب وتطلع القيمه، هي دي هتكون قيمه البروبابيلتي اوف الار، ومجرد ما تعمل عمليه القسمه هتطلع الايه؟ الاحتمال بتاعه. ونقدر كمان نطبق على نفس المثال بتاع الماشينز اللي احنا اخدناه، نطبق عليه برضو قاعدة البيز رول. بناء على ايه؟ بناء على السؤال اللي انت بتتسأله. يعني هنا نفس المعطيات the same كل ده، ولكن من هنا if a product was chosen randomly and found to be defective، يبقى ده كده على طول ايه؟ found to be defective، يبقى ده كده given، يبقى given ان هو defective اللي هي D. what is the probability that it was made by machine B3، ما احتمال ان هو يكون الموبايل اللي طلع فيه عيب دوت كان متصنع من الماشين B3. تمام، يبقى ده السؤال دلوقتي. يبقى السؤال بتاعك او الكويتشن هو find the probability of B3، ما احتمال انه يكون متصنع من B3،
ما تقوليش بقى ب 25%، لان اهو ما هو ده احتمال تصنيع بي 3. بس لا، ده هنا في شرط، الشرط او الكونديشن بيقول ان هو ديفكتيف، ان هو معيوب. يبقى وات از ذا بروبابيلتي ذات ان البرودكت ميد باي بي 3 اند اتس ديفكتيف. يبقى هو معطى معايا او جيفن ان هو ديفكتيف، يبقى جيفن انه ديفكتيف. انت اشتريت موبايل من الشركة دي ولما جبت الموبايل لقيت ان الموبايل بايظ، فبقول لك ايه احتمال ان يكون الموبايل اللي معاك ده كان متصنع من الماشين بي 3. فلو طلعنا نفس المعطيات اللي احنا طلعناها من شوية، هتلاقي ان انت علشان تقول انا عايز اجيب البروبابيليتي اوف بي 3 جيفن دي، مش هقدر الاقيه في الست معطيات اللي عندي، فهضطر ان انا احله باستخدام البيت رول، اللي هو هيقول لي ايه البروبابيليتي اوف دي جيفن بي 3 في البروبابيليتي اوف بي 3 ديفايدد باي البروبابيليتي اوف دي. وهتلاقي عندك البروبابيليتي اوف دي جيفن بي 3 موجوده 0.02، والبروبابيليتي اوف بي 3 موجوده 0.25، والبروبابيليتي اوف دي اللي احنا حليناها في المثال اللي فات اللي هي بتيجي بالتوتال بروبابيليتي رول. تمام، يبقى بيوزنج البيز رول هنكتب القاعده اللي احنا كتبناها، هنلاقي ان احنا علشان نجيب البروبابيليتي اوف دي هنعمل ريكول اللي احنا حليناه في المثال اللي فات لما كنا بنتكلم على التوتال بروبابيليتي رول. طلعنا البروبابيليتي اوف دي بالقيمه دي، هي دي اللي هتكون موجوده عندك هنا في المقام، والكومتين التانيين موجودين اوريدي من الست حاجات اللي عندك. هتقدر تطلع نسبة الاحتمال ان البرودكت يكون متصنع من الماشين بي 3 وهو ايه كان معيوب او كان فيه ديفكت. كده احنا انهينا الشابتر الاول، هنبدأ ان شاء الله نتكلم في الشابتر التاني. مش هنتكلم فيه كله طبعا، هنغطيه على مدار المحاضرات اللي جاية، ولكن حابين النهاردة ان احنا نبدأ فيه، وهو تحت عنوان الراندوم فاريابلز او المتغير العشوائي. الراندوم فاريابل هنتكلم فيه النهارده على الديسكريت راندوم فاريابل وعلى البروبابيلتي ماس فانكشن اللي هي البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاعت الديسكريت راندوم فاريابل، وبعدين هنتكلم على الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشنز. هنتكلم على الثلاث حاجات دولت ان شاء الله في محاضره النهارده. نبدا مع بعض في التعريف الراندوم فاريابل. هو ايه الراندوم فاريابل ده؟ الراندوم فاريابل هو المتغير العشوائي. ايه تعريف المتغير العشوائي؟ random variable is a function that assign a real number to each outcome in the sample space of random experiment denoted by uppercase letters such as x. random variable هو عبارة عن function، يبقى عبارة عن دالة. الدالة ديت وظيفتها ان هي بتassign real number لكل outcome موجود عندك في sample space. لما كنت بتعمل تجربة عشوائية او random experiment كنت بتطلع الاس، الاس دي كانت بتحتوي على مجموعة من السامبل بوينتس اللي احنا بنسميها الاوتكم او بنسميها الممبرز او بنسميها السامبل بوينتس. فكان بيطلع عندك هنا مجموعة من السامبل بوينتس، ولتكن مثلا A B C and so on. مجموعة السامبل بوينتس ديت تقدر الراندوم فاريابل ده هيكون عبارة عن فانكشن هيجي على كل اوتكم او كل سامبل بوينت موجود هنا ويأساين له ريال نمبر، فيقول ان ال A مثلا هياخد ال real number 2 وال B هياخد مثلا ال 0 وال C هياخد ال negative 2 وهكذا and so on. يبقى اي real number يقدر ان هو يحطه لكل outcome. طب ال real numbers دي هتتحط ازاي؟ يعني عشوائي ولا هتتحط بطريقة معينة؟ قال لي لا، ما هي الفانكشن بتكون لها وظيفة معينة، فهتلاقي ان الارقام محطوطة بناء على condition معين موجود. تمام، بناء على الكونديشن ده هتلاقي الارقام دي بتتحط. ولما تيجي ترمز للراندوم فاريابل يفضل استخدام الابر كيس ليتر، حرف كابيتال زي الاكس، زي ما تقول الواي، زي ما تقول الزد، زي ما تقول الار، كل ديت ممكن تسميها راندوم فاريابلز مختلفه اكس واي زد اند سو اون. طيب الديسكريت راندوم فاريابل، احنا قلنا هنتكلم في البدايه على الديسكريت، وبعد كده ان شاء الله في المحاضره اللي جايه ممكن نتكلم على الكونتينوس راندوم فاريابل. ولكن دلوقتي خلينا نشوف هو الفرق ما بين الديسكريت والكونتينيوس. احنا اتكلمنا عنه في محاضرة قبل كده لما قلنا ان الديسكريت هو عبارة عن فاينايت او كاونتابل انفينيت رينج، يعني عندي مجموعة عناصر ديستينكس منفصلة، مفيش انترفل، يبقى without interval، يبقى الديسكريت without interval، الكونتينيوس with interval، لازم يكون فيه انترفل، يقول لي من كذا لكذا.
طالما ما فيش انترفال اذا احنا بنتكلم على ديسكريت راندوم فاريبل، والفاليوز اللي هيحطها الراندوم فاريبل اكس ده وليكن اسمه اكس، وهيحط بعض القيم الريال للاوتكمز اللي موجوده زي المثال ده 2 0 نيجاتيف 2 اند سو اون، يبقى القيم دي بتسمى البوسيبل فاليوز اوف اكس. يبقى البوسيبل فاليوز اوف اكس ديت هي القيم اللي هو بيستخدمها الراندوم فاريبل دوت مع الاوتكمز اللي موجوده، ودي بنرمز لها ب لو كان اسمه اكس يبقى تبقى اكس سمول 1 اكس سمول 2 يبقى اكس 1 اكس 2 اكس 3 اند سو اون. ديت هي تعتبر ايه الفاليوز للراندوم فاريبل اكس. اكزامبل نمبر 1 فليبنج ا كوين اوف 2 تايمز، هتجيب عمله وهترميها مرتين، العمله الواحده الكوين الواحده فيها وجهين، وجه بنسميه الهيد والوجه التاني اللي هو التيل. الموضوع ده طبعا عرفناه قبل كده كذا مرة. لما هنلقي العملة مرتين هيطلع لي اربع فور اوتكمز اللي هما اتش 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 تي و تي اتش و تي تي. let x is the number of heads، يبقى احنا عندنا هنا random variable اسمه x، والوظيفة بتاعته او الفانكشن بتاعته الكونديشن اللي موجود هنا ان هو بيعد number of heads. يبقى هو لما هيحط رقم هيحط عدد الهيدز، يبقى لما يجي على كل اوتكم موجود هيحط له رقم، الرقم ده يعبر عن النمبر اوف هيدز. يبقى على سبيل المثال ده هنقول ان الاس ايكوال زي ما اتفقنا الفور سامبل بوينتس، يبقى الراندوم فاريبل اكس هيجي هنا علشان يروح للاوتكم الاولاني عايز يحط له رقم، فيروح يقول له انت عندك كام هيدز، يعد عدد الهيدز اللي موجوده، هيلاقي 1 2 يبقى 2 هيدز، يبقى هيدي له كام، يبقى اساين 2، وهنا 1 head يبقى يassign 1، هنا 1 head يبقى يassign 1، هنا no heads يبقى يassign 0. يبقى الراندوم فاريبل ده كفانكشن راح لكل اوتكم موجود في الاس اللي هي السامبل سبيس وحط لها رقم ريال، الرقم دوت كان بيعبر عن عدد الهيدز اللي موجوده، فاصبح الارقام المستخدمه في الاكس اللي هي الفاليوز للاكس اللي هي الاكس سمول اللي هي x1 x2 x3 اللي هي تساوي كام بقى، استخدمنا مرة الصفر يبقى دي قيمة من الفاليوز بتاعة الراندوم فاريابل، واستخدم الواحد دي قيمة كمان، واستخدم الاتنين دي قيمة كمان. يا ما حدش يقول لي صفر واحد واحد اتنين، لان الواحد خلاص انت بتقول ان انت الارقام اللي انت استخدمتها، فانا استخدمت الصفر استخدمت الواحد استخدمت الاتنين، استخدمت بقى الواحد ده 10 مرات 20 مرة مرتين مرة واحدة، خلاص انت مادام الواحد ظهر عندك فاذا هو يعتبر من الفاليوز بتاعه الراندوم فاريبل اكس. يبقى اصبح عندي راندوم فاريبل اكس لو بوسيبل فاليوز اللي هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اللي هي تساوي 0 و 1 و 2. طب تعالوا نشوف بقى احتمال وات از ذا بروبابيلتي اوف اكس 1 اللي هي وات از ذا بروبابيلتي اوف 0 تساوي كام، ما هو احتمال حدوث الصفر؟ بيقول لي 1 over 4. ليه 1 over 4؟ لان الزيرو هنا ظهر مرة واحدة من اصل كام، من 4 outcomes، يبقى كام، يبقى صفر هيساوي او احتمال الصفر هيساوي 1/4، لان الصفر ظهر مرة واحدة من اصل كام، 4 مرات موجودين عندي. طيب what is the probability of 1؟ يبقى probability of 1 هنجيبها ازاي، اهي هتساوي 2 over 4. ليه 2 over 4؟ لان ال 1 ظهر 2 times from 4 sample points يبقى 2 over 4. والإكس الإكس 3 اللي هي 2 البروبابيلتي اوف 2 هتساوي 1 over 4 لأن 2 ظهرت مرة من أصل 4. فتقدر تكون جدول زي ده كده. الجدول ده بقى اللي احنا هنقول عليه بعد كده البروبابيلتي ماس فانكشن أو الديستريبيوشن، وهو يعبر عن الاكس او الفاليوز للراندوم فاريبل اللي هي هتكون 0 1 and 2، والبروبابيلتيز فور ذيس فاليوز اللي هي هتكون 1 اوفر 4 2 اوفر 4 1 اوفر 4. وطلعنا من هنا البروبابيلتي ماس فانكشن. البروبابيلتي ماس فانكشن او البروبابيلتي ديستريبيوشن فور ديسكريت راندوم فاريبل ده اللي احنا عملناه في التيبل اللي قدامنا ده اللي هي تسمى الفانكشن اف سمول اوف اكس. بس لازم الفانكشن دي تكون محققة conditions معينة. الكونديشن الاولاني نمبر 1 ان الفانكشن او الـ f of xi greater than or equal 0،
يبقى H probability for H outcomes must be non-negative. ما ينفعش يبقى قيمة سالبة. يبقى ممكن يبقى بصفر او ممكن يبقى برقم موجب، ولكن ما ينفعش يبقى برقم سالب. فلابد ان انت تتأكد من البروبابيلتيز اللي موجودة دي، ان كل البروبابيلتيز اللي موجودة في الجدول، خلي بالك شوف انا بقول ايه، تأكد من، يبقى take care about the probabilities، مش الفاليوز، ما تروحش للفاليوز. الفاليوز دي real number، يبقى دي جاية من الار. الار تشمل الموجب والسالب والصفر، ممكن تبقى نيجاتيف، ممكن تبقى ايكوال زيرو، ممكن تبقى بوزيتيف، مفيش مشكلة. ولكن انا take care about the probabilities، يبقى تاخد بالك من probabilities اللي هي موجودة هنا دي، ما تنفعش تبقى ايه، دي لازم تبقى non-negative. طب ده اول دي number one. number two، ان summation للprobabilities دي هيequal كام؟ equal one. يبقى تجمع كل probabilities دي لازم مجموعهم يطلع بيساوي واحد، يبقى equal to one. ولو انا بقولك ان f of x i ده مقصود بيه البروبابيلتيز لما الراندوم فاريبل كان عند الفاليو اكس اي، يبقى هي بالظبط نفس الايه، نفس الحاجه. طب المثال ده لو انا جبته وقلت لك اتاكد فيريفاي ذات ذا فانكشن از ا بروبابيلتي ماس فانكشن، هل الفانكشن دي تمثل ديستريبيوشن لديسكريت راندوم فاريبل، صح ولا مش صح؟ علشان اتاكد انها صح ولا مش صح هبص على الشرطين. الشرط الاولاني كونديشن نمبر 1 ان الفاليوز او البروبابيلتيز دي كلها تكون نون نيجاتيف. الكونديشن نمبر 2 ان السمشن ايكوال تو 1. فلو بصيت ده 1 اوفر 8 2 اوفر 8 2 اوفر 8 2 اوفر 8 1 اوفر 8 كلهم نون نيجاتيف، يبقى اوكي. الكونديشن نمبر 2 لو عملت سمشن، لو جمعت هيطلع لك 8 اوفر 8 هيطلع لك 1، يبقى تمام. يبقى انا دلوقتي علشان اتاكد او اعمل فيريفاي ان الفانكشن دي از ا بروبابيلتي ماس فانكشن، يبقى هروح اشوف الشرط بتاع اللي البروبابيلتيز اكبر منها وتساوي صفر، تمام، وان السمشن بيساوي واحد، تمام. اذا الفانكشن دي تعتبر بروبابيلتي ماس فانكشن صحيحه. وممكن اسالك بقى على بعض البروبابيلتيز من خلالها، هقول لك فايند ذا بروبابيلتي اوف اكس ليس ذان اور ايكوال تو 2. فليس ذان اور ايكوال تو 2 يبقى اور ايكوال، يبقى ال 2 معايا، يبقى هبدا من عند ال 2 واروح للاقل منها، يبقى ياخد احتمال الاثنين زائد احتمال اللي اقل اللي هو الواحد زائد الاحتمال اللي اقل اللي هو الصفر and so on. تانيك ماشي تاخد كل الاحتمالات تجمعهم هتلاقيهم بيساوي 8 على 8 بيساوي 1 equal to 1. لو قلت لك probability of x greater than negative 2 يبقى هتروح عند السالب 2. greater than، only greater than، يبقى negative 2 not included، مش معاك، لا تتضمن البروبابيلتي بتاع النيجاتيف 2، ولكن تبدا من اللي اكبر منه. يبقى هنبدا من هنا، يبقى ده الستارت بتاعي، بلس اللي اكبر بقى كله 2 اوفر 8 2 اوفر 8 1 اوفر 8 هتلاقي مجموعهم 7 على 8 7 اوفر 8. نمبر سي، البروبابيلتي اوف اكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1 وليس ذان اور ايكوال 1. طالما هنا ايكوال وهنا ايكوال، يبقى السالب 1 معايا والواحد معايا، يبقى لما اجي اختار هقول هاخد السالب 1 معايا والواحد معايا واللي ما بينهم between them اللي هو كام، اللي هو الزيرو. يبقى كأنك هتجمع 2 over 8 2 over 8 2 over 8 يديك 6 over 8. اخر مطلوب كان probability of x less than or equal negative 1 or هنا اللي هي ايه يا جماعة، union، اللي هي union or x equal 2. فكأنك انت هتروح تطلع ده وتطلع ده وتجمعهم، ولو في جزء مشترك يبقى بتطرحه. يبقى ما اقولك probability of A union B كنت بتجيبه ازاي، طبعا بما ان انت ما انتش عارف هل ال A وال B دولت disjoint، ما انتش عارف، لو كانوا disjoint يبقى ايه، يبقى بتجمعهم وخلاص، يبقى probability of A زائد probability of B خلصنا، لانهم التقاطع ما بينهم بيساوي 5 فالاحتمال التقاطع هيساوي 0. انما لو قالك ان هما independent، تمام، فهنقول ان هو عبارة عن ايه، يبقى التقاطع هو حاصل ضربه، دي الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده. انما لو ما حددليش انا مش عارف دلوقتي، يبقى اكيد القاعده العامه بتاعتك بتقول ايه، بتقول البروبابيلتي اوف الاي بلس البروبابيلتي اوف البي نيجاتيف البروبابيلتي اوف الاي انترسكشن بي. يبقى لازم تطرح من التقاطع، لازم تطرح منهم التقاطع. طيب هنا لما اجي اشوف هلاقي ان الاكس ليس ذان اور ايكوال 1، يبقى تبدأ من عند السالب واحد
وترجع لورا، يبقى السالب واحد معاك والسالب اتنين معاك، يبقى 2 over 8 plus 1 over 8 يبقى 3 over 8 plus ال probability of x equal to ال x equal to اهي الواحدة اللي هي 1 over 8. طب هل هنا في intersection؟ يبقى دي المجموعة الأولانية ودي المجموعة التانية. لا ده هما disjoint، مفيش ما بينهم جزء مشترك، تمام؟ عشان كده كان التقاطع بيساوي 5، فاحتمال التقاطع كان بيساوي 0، فده كده كان بيساوي 0 لأنهم disjoint. فخلاص مجرد ان انت بتجمع انت وصلت للايه للحل. انما كان ممكن يكون السؤال مثلا يقول لك انا عايز البروبابيلتيز من الاكس جريتر ذان اور ايكوال 0 وليس ذان 2، وعايز اور ازود لك بقى يونيون او اور البروبابيلتي اوف الاكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 2 وليس ذان اور ايكوال 0، فهتبص تلاقيهم اشتركوا مع بعض في الصفر، يبقى الصفر جه هنا وجه هنا، فتلاقي الجزء ده كده وتلاقي الجزء التاني ده كده، فتلاقي فيه هنا intersection في الصفر، فلازم كنت تطرح ناقص probability of الزيرو ده لو حصلت الحالة دي. example number 3 انا عايز اوضح فيه بس حاجة بسيطة، يعني هو نفس الفكرة بتاعت الهيد والتيل اللي احنا اتكلمنا فيها، بس بدل الهيد والتيل انا عندي هنا بوكس فيه بولز، البولز ديت ليها لونين red or black، والred والblack هنرمز لهم بالr والp، والصندوق كان بيحتوي على 4 كور باللون الاحمر و3 باللون الاسود، وكنت انت بتختار كورتين من الصندوق دوت وبتشوف اللون بتاعهم. فكان عندي راندوم فاريبل اسمه واي، يبقى النيم في راندوم فاريبل هنا اسمه واي، والواي سمول اللي هي الفاليوز بتاعته هي بتعبر عن النمبر اوف ريد بولز، عدد الكور باللون الاحمر اللي موجود. فلو انت سحبت كورتين اتنين هيطلع عندك عدد الكور اللي باللون الاحمر احتمالاتها عامله ازاي؟ قال لي ممكن اسحب الكورتين الاثنين يطلعوا باللون الاحمر زي ار ار، يبقى 2 بولز ار ريد، يبقى هيطلع هنا ار ار، يبقى عدد الكور يبقى النمبر اوف ريد بولز ايكوال 2. او واحده تطلع السحبه الاولانيه تطلع كره باللون الاحمر والسحبه الثانيه تطلع باللون الايه الاسود، يبقى هتبقى كره واحده بس. او العكس، السحبه الاولى هتطلع باللون الاسود والسحبه الثانيه باللون الاحمر، يبقى هيبقى كره واحده بس. او الاثنين هيطلعوا بلاك يبقى هيبقى ايكوال 0. وبدي ذا سيم از الهيد والتيل في الكوين بالظبط. نمبر 4 اتشيفمنت اوف 20 سيميلر لابتوبس كمبيوترز تو ا ريتيل اوتلت كونتينز 3 ذات ار ديفكتيف. عندي صندوق، الصندوق دوت بيحتوي على لابتوبس، واللابتوبس ديت عددهم 20، يبقى جواه هنا 20 كمبيوتر. ال 20 كمبيوتر دولت في منهم 3 ديفكتيف، يعني في جوه الصندوق دوت 17 كمبيوتر جود مفيش فيهم مشاكل، وعندي 3 ديفكتيف فيهم مشاكل فيهم عيوب. يعني الصندوق ده وديناه للمكان بتاع الشحن وهيروح لمدرسه، والمدرسه ديت if a school makes a random brochure of two of these computers، ويعني راح في المخزن بتاع البيع، وبعدين المدرسه دي اشترت جهازين وخدتهم من الـ من الـ من الـ من البلوك دوت عشوائي at random. find the probability distribution for the number of defectives. خلينا نوضح الكلام واحده واحده. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان عدد الكمبيوترز كلهم على بعض او اللابتوبس كلهم على بعض هما 20، 20 منهم 17 جود اند 3 ديفكتيف. وي سيلكت 2، هنختار 2، الاثنين دول هتختارهم منين؟ كده من الصندوق كله عشوائي. عايز اعرف بقى احتمال مش عايز، عايز اعرف، عايز اطلع التوزيعه بتاعه النمبر اوف ديفكتيفز. طيب عشان اعمل الكلام دوت هعمل ايه؟ قال لي علشان اعمل الكلام دوت انا محتاج ان يكون في عندي راندوم فاريبل، الراندوم فاريبل ده بيعبر عن عدد الديفكتيف. يبقى الفانكشن اللي بيعملها الراندوم فاريبل هو انه بيعد عدد الديفكتيفز اللي موجوده، تمام؟ يبقى القصه هنا في الراندوم فاريبل سميته اكس سميته واي مش هتفرق، ولكن الفانكشن بتاعته بتعمل ايه؟ وظيفته هي ايه؟ وظيفته هو هيعد عدد الديفكتيف كمبيوترز اللي موجوده من ضمن مين؟ من ضمن الجهازين اللي انت بتاخدهم، اللي هو اللي انت اشتريتهم كمدرسه او كجامعه، اخترت جهازين، فعايز اعرف عدد الاجهزه اللي بايظه من الجهازين دولت هتبقى عامله ازاي.
فالفاليوز او الاكس سمول او الفاليوز هتعبر عن ايه؟ بتعبر عن النمبر اوف ديفكتيفز كمبيوتر بير شور باي ذا سكول. طب حد يقدر يقول لي ايه هي الاحتمالات اللي هتكون موجوده في الراندوم فاريبل اكس ده؟ ايه هي البوسيبل فاليوز اللي هتكون موجوده؟ طب بما ان البوسيبل فاليوز او بتعبر عن النمبر اوف ديفكتيف، طب انا اخدت جهازين اتنين والكرتونه دي فيها 17 سلام و3 بايظين، ايه عدد الاجهزه البايظه اللي ممكن تكون معايا من الجهازين دول؟ فواحد يقول لي والله ممكن يكون حظك حلو قوي وتجيب جهازين يطلعوا كلهم من ال17، فيطلع مفيش ولا جهاز بايظ، يبقى عدد الاجهزه اللي بايظه. يجي الراجل يشغل ده ويشغل ده، لا ده الجهازين شغالين، فيقول له طب عدد الاجهزه البايظه اللي عندك قد ايه؟ يقول له مفيش، يبقى صفر. طب ده ادي احتمال، يبقى ده possible value. Another possible value is if we select two computers, maybe one is good and the another is defective. تلاقي واحد كويس وتلاقي واحد بايظ مش شغال، يبقى عدد الأجهزة البايظة قد إيه؟ واحد. طب وإيه تاني؟ قال لي ممكن أشتري أو أجيب الجهازين يطلعوا الجهازين مش شغالين، يبقى عدد الديفكتيف ايه؟ equal to 2. يبقى انت جبت جهازين ممكن تلاقي الجهازين شغالين، يبقى عدد الاجهزه البايظه قد ايه؟ صفر. وجب ممكن تلاقي واحد شغال واحد سليم واحد بايظ، يبقى عدد الاجهزه البايظه واحد. ممكن تلاقي الاثنين مش شغالين، يبقى عدد الاجهزه البايظه كام؟ 2. يبقى اذا الاوت كامز او الفاليوز بتاعت الراندوم فاريبل ممكن تكون 0 وممكن تكون 1 وممكن تكون 2. هي دي الاكس سمول بتاع الراندوم فاريبل اكس. طب احنا كده كوننا، هو المطلوب دلوقتي ان انت تجيب الديستريبيوشن او البروبابيلتي ماس فانكشن. طب لو انا عملت الجدول كده اهو، هو ده المطلوب، التيبل ده هو اللي مطلوب. هلاقي هنا الاكس سمول وهنا البروبابيلتي بتاعت الاكس اللي هي الاف اوف اكس. الاكس خلاص عرفناه وهي 0 وال1 وال2. السؤال دلوقتي what is the probability of these values؟ what is the probability of 0؟ what is the probability of 1؟ what is the probability of 2؟ عشان اقدر اكون البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي مطلوبه مني في السؤال. ما هو احتمال ان القيمه تطلع بصفر؟ معناه ايه ان القيمه تطلع بصفر؟ قال لي معنى ان القيمه تطلع بصفر يبقى عدد الاجهزه الديفكتيف بيساوي صفر. طب برضو استفدنا ايه؟ قال لي معنى كده ان الجهازين اللي انت جبتهم كانوا جايين منين؟ من ال 17 جهاز السلام اللي كانوا في الكرتون او اللي كانوا في الصندوق، وان مفيش ولا جهاز انت اخدته من الثلاثه الديفكتيف اللي موجودين في الصندوق. طيب هجيب الاحتمال بتاعها ازاي؟ قال لي يبقى انت لما تيجي تجيب البروبابيلتي اوف 0 اللي هو معناه ان النمبر اوف ديفكتيف بيساوي صفر، وده معناه ان الجهازين اللي انت اخدتهم كلهم من ال 17 اللي هم الجود. يعني ده كده ايه؟ ده كده الكومبينيشن. يبقى نرجع بقى للكاونتنج تكنيكس اللي احنا اخدناها ونبتدي نستفيد منها هنا. طب التوتال نمبر اللي موجود في الاس هيساوي كام؟ التوتال نمبر اوف اس هيساوي كام؟ عدد العناصر اللي موجوده في الاس، total number of sample points اللي موجودة في الاس. لو انت بتختار جهازين من العشرين بغض النظر بقى عن انهم يجوا الاتنين سلام، يجوا واحد واحد، يجي واحد سليم وواحد بايظ، مش فارقة بقى معاك، انا عايز اعرف العدد كله. فالعدد كله المحتمل اللي هيكون موجود في الاس هو عبارة عن ان انت بتختار جهازين، يبقى الكومبينيشن 2 from 20. يبقى الكومبينيشن 2 from 20 ده هيجيب لك النمبر اوف سامبل بوينتس في السامبل سبيس في الاس، اللي هو يساوي ايه؟ الكومبينيشن 2 فروم 20 يبقى فاكتوريال 20، القاعده بقى اللي احنا عارفينها من المره اللي فاتت او من المحاضرات اللي فاتت، يبقى مضروب ال 20 على مضروب ال 2 فاكتوريال 2 في فاكتوريال 20 نيجاتيف 2 اللي هي فاكتوريال ايه؟ 18 18. يبقى هتضرب هتقسم مضروب 20 على مضروب 2 في مضروب 18، هيطلع لك النمبر اوف سامبل بوينتس اللي هو التوتال نمبر. التوتال نمبر ده اللي هو موجود عندك في المقام اهو، ده ثابت عندك في المقام. اللي هيختلف البسط بتاعي على حسب الايفنت بقى. الايفنت هنا كانت بتقول ان عدد الديفكتيف كمبيوترز ايكوال تو 0، ذات مين ذات ان ايه؟
ان يو سيلكت ذا تو كمبيوترز فروم ذا 17 جود كمبيوترز اند سيلكت زيرو كمبيوتر فروم ذا 3 ديفكتيف كمبيوترز. تمام، يبقى انت اخترت صفر من الثلاثه البايظين واخترت 2 من ال17 السلام. طبعا صفر من 3 ده بيساوي 1، مش هيفرق معاك في حاجه. المهم ان الاثنين اخترتهم من ال17 دي اللي هتضطر تحسبها بقى، مضروب ال17 على مضروب الاثنين في مضروب 15 في المقام بتاعها، ودي خلاص زي ما اتفقنا عليها فوق هيطلع لك 136 divided by 190. طب لو جينا نجيب، يبقى كده احنا كوننا في الجدول بتاعك اول probability وهو عند الصفر كان بيساوي الفاليو دي. نروح للفاليو اللي وراه وهي الواحد. probability هنا هيساوي كام؟ قبل ما نقلب السلايدز ونشوف الحل، لو احنا حبينا نفكر فيه، واحد ده معناه ايه؟ معناه ان عدد defective computers equal to 1، يبقى ده معناه ان في واحد جاي من التلاتة الايه؟ التلاتة defectives، يبقى 1 from 3 defectives، والواحد التاني جاي منين؟ من السبعتاشر، يبقى 1 from 17، ويبقى combination 1 from 3 and combination 1 from 17 divided by 2 from 20. يبقى احنا دلوقتي لما نيجي نجيب البروبابيلتي عند الواحد كاننا بنقول احنا هنختار او هنسلكت 1 بول فروم ذا 3 ديفكتيف بول، لان الواحد ده بيعبر عن ان النمبر اوف ديفكتيفز كانت بتساوي 1، يبقى في واحده جايه من الثلاثه اللي فيهم مشاكل، وفي الثاني او الجهاز الثاني هيجي من ال17 او الجود لابتوب كمبيوترز، والمقام بتاعي ثابت وهو النمبر اوف اس اللي هو النمبر اوف سامبل سبيس. يبقى هنحسب هنا 1 فروم 3 combination 1 from 3 combination 1 from 17 هيطلع لي 51 divided by 190. يبقى احنا كده جبنا اللي عند الزيرو وجبنا عند الواحد، يتبقى ان احنا نشوف عند الايه الاثنين. لو جينا نقول عند الاثنين ال2 ديت هتعبر عن النمبر اوف ديفكتيفز، يبقى معنى كده ان انت الجهازين الاثنين جايين من الثلاثه اللي فيهم مشاكل، ومفيش ولا جهاز جه من ال17 السلام، وهنا المقام بتاعك ثابت هو 2 from 20. كله طبعا combination لان الترتيب بالنسبة لك هو don't care about sequence. يبقى 2 from 3 0 from 17 2 from 20 يبقى 3 over 190. وبكده احنا جبنا ال probability distribution اللي بيعبر عن ال number of defectives اللي هو هيكون في الجدول اللي قدامي ده، اللي هو بينسميه ال probability mass function. مثال كمان واضح طبعا ان الامثلة هي تطبيقات عملية، يعني انت اللي بيتطبق، بنقول في مصنع وبناخد منه منتجات، وبنقول ان في عملية شراء، وفي نسب احتمالات معينة، فكل دوت هو تطبيقات او ابليكيشنز اللي حاجات عملية. فيعني هتلاقي البروبابيلتي موجودة حواليك في كل حتة زي ما احنا بنشوف. مثال كمان من الابليكيشنز او من التطبيقات وهو عملية الترانسميشن. انت لما بتعمل كوميونيكيشن او وايرلس كوميونيكيشن فور اكزامبل، وبتبعت من 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 اكسس بوينت او من مكان معين، هتبعت فيه الـ 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 الاشاره او هتبعت منه الاشاره او الـ او الـ او البيتس، هتروح لمكان تاني او اكسس بوينتس تانية موجوده في مكان ما، هتستقبل الاشاره دي. يبقى في سندر وفي ريسيفر. السندر بيبعت بيتس، يبقى بيعمل بيت ترانسميتد ثرو ا ديجيتال ترانسميشن شانل is received in error. يبقى انت دلوقتي هيحصل فيه خطأ في الاستقبال، وبيقول لك ان الاكس دوت equal the number of bits in error in the next 4 bits transmitted. وكأنك بتبعت 4 bits، في 4 bits هيتبعتوا، وليكن مثلا 0 0 1 1، دولت اللي طالعين من عند الشخص اللي هو السندر. وبعدين ال 0011 حصل هنا فيه نويز في السكة، النويز ديت هتؤثر على البيتس دي او الفور بيتس دي، فقد يصلوا هنا باحد احتمالات مختلفة. الاحتمال الاولاني ان تلاقي فيه بيت من الفور بيتس ديت حصل فيها ايرور، فتلاقي جاية كده 1011. اللي حصل هنا ان فيه ايرور حصل في البيتس دي، كانت 0 اصبحت ايه؟ اصبحت 1، يبقى حصل هنا ايرور. الايرور ده جه في كام بيتس من الاربعه؟ في بيتس واحده بس. طيب ممكن تلاقي الرقم اللي جالك كده 1111، ده معناه ان في هنا 2 بيتس جه فيهم مشكله، في فيهم ايرور، لان كانت 00 اصبحت 11، فاصبح هنا في
two error او two bits فيهم error. وهكذا ممكن تلاقيها جت كده 1101 يبقى كده في 3 بيتس 3 بيتس فيهم ايرور، او ممكن تلاقيها جت كده 1100 ده معناه ان الفور بيتس كلهم جم غلط اتغيروا كلهم. يبقى الاحتمالات اللي عندك في حالة الايرور هي 1 و2 و3 و4، ده معناه ان بيت واحدة يحصل فيها ايرور او 2 او 3 او 4 او الاربعة كلهم هيبقى فيهم مش هيبقى فيهم مشكلة. وقد يكون الاستقبال زي الايه زي اللي كان مبعوت بالظبط، فتلاقي ان الريسيفر استقبلها كده 0011 مفيش ايه، يبقى هنا زيرو ايرور مفيش اي اختلاف حصل خالص في الفور بيتس. طب الكلام دوت هيقول ايه؟ ان طالما انت عملت راندوم فاريبل اسمه اكس، والراندوم فاريبل ده بيعد عدد الايرورز اللي موجوده في الفور بيتس اللي بيتبعتوا، يبقى البوسيبل فاليوز اوف اكس هتساوي ايه؟ هتساوي اما الحاله ان كلهم يجوا سلام يبقى مفيش ايرورز يبقى صفر، يبقى هنا عدد الاخطاء كان صفر مفيش ولا بيت حصل فيها تغيير، او ان بيت فيه بيت 1 اتغيرت يبقى 1 او 2 او 3 او 4 يبقى 0 1 2 3 او 4. دولت الاربع الخمس احتمالات الممكنه او الفايف بوسيبل فاليوز اوف راندوم فاريبل اكس اللي بيدنوتد للنمبر اوف ايرورز ان 4 بيتس. وهندي لك الاحتمالات بتاعتهم او البروبابيلتي بتاعتهم زي ما هو واضح قدامك. انا الغرض من المثال دوت ان انا اوري لك شكل البلوت او الجراف في لي البروبابيلتي ماس فانكشن. البروبابيلتي ماس فانكشن اللي هي الاف اوف اكس بتترسم ازاي او البلوت بتاعها بيتعمل ازاي. انا هنا عرفت خلاص كاني بقى معايا التيبل، كاني بقى معايا الجدول، والجدول دوت كان فيه الفاليوز بتاعه الصفر والواحد والاثنين والثلاثه والاربعه، وكل واحده منهم كانت ليها نسبه probabilities مختلفه، دي probability of 0 probability of 1 probability of 2 probability of 3 probability of 4. والطلب منك ان انت ترسم البلوت او الجراف للبروبابيلتي ماس فانكشن دي او البروبابيلتي ديستريبيوشن ده. فهتعملها ازاي؟ هتيجي على محور الاكس، يبقى الاكس اكسس هتحط عليه الفاليوز للراندوم فاريبل، يبقى هتحط عليه 0 وال1 وال2 وال3 وال4 ديت البوسيبل فاليوز في الراندوم فاريبل اكس. وعلى محور الواي هتكتب الاف اوف اكس اللي هي البروبابيلتي بتاعت كل فاليو من دول. يبقى عندي الزيرو البروبابيلتي كانت كام؟ 0.6561. يبقى هتلاقي قصاد الزيرو القيمه بتاعته عند ال 0.6561، والبروبابيلتي اوف ال1 ايكوال 0.2916. probability of في ال 2 هتبقى دي probability of ال 1 والprobability of ال 2، كل واحد هتلاقي قصاده الايه القيمه بتاعته النقطه قصاد كل ايه بتعبر عن probability بتاعت كل value من دول. وزي ما قلت لك قبل كده ان انت لا يهمك هنا المسافه ما بين الارقام وبعضها، او انت تقول لي لا ده الصفر المفروض يبقى هنا عند نقطه تقاطع الاكس مع الواي، انت كاتب لي الصفر هنا ازاي؟ او لو كانت القيم بتاعتك ما كانتش كده ماشيه بتسلسل، يعني كانت كده مثلا على سبيل المثال 0 1 2 0 1 3 مثلا 0 1 3، فلو كنت عملت كده هتقول هنا 0 وهنا ال1 وهنا ال3، فمحدش يقول لي لا ده انا هنا المسافه ما بين الصفر والواحد ودي ما بين الواحد والتلاتة زي بعض. انا هنا مش بكتب خط اعداد، يعني مش بمثل خط اعداد، انا بمثل الصفر دوت على اساس ان هو فاليو ناتج ممكن يظهر، والواحد ده ناتج ممكن يظهر، والتلاتة ده ناتج ممكن يظهر، مش بمثل المسافات ما بينهم. يعني مش شرط ان انت تقول 0 و1 وبعدين تسيب لي هنا مكان للاتنين وتكتب لي التلاتة هنا، لا مش شرط، يعني مش شرط ان انت تعمل كده. اخر حاجه هنتكلم عنها في محاضره النهارده وهي الكوميوليتيف ديستريبيوشن في حاله الديسكريت راندوم فاريبل. الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن اللي هي السي دي اف دينوتد باي اف كابيتال اوف اكس، يبقى الفرق ما بين البروبابيلتي ماس فانكشن اللي هي كانت كده اف سمول اوف اكس والكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن اللي هي اف كابيتال اوف اكس. يبقى لما نكتبها اف كابيتال كده احنا بنعبر عن الكوميوليتيف. الكوميوليتيف يعني حاجه تراكميه، والتراكمي يعني حاجة بيبقى فيه ارتباط بحاجات قبلها مرتبطة باللي قبله. لما بتيجي انت في سنة اولى وفي الترم الاول وتقول التقدير التراكمي بتاعي، فتلاقي التقدير مفيش تراكمي، انت لسه في اول سنة في اول ترم مفيش حاجة قبل كده، فتلاقي تقدير التراكمي بتاعك هو نفس التقدير بتاع الترم بتاعك. انما لما توصل لسنة تالتة مثلا على سبيل المثال، فتلاقي ان التقدير التراكمي بتاعك اختلف عن تقديرك في سنة تالتة نفسها.
ازاي؟ لانه بقى معتمد على تالتة وعلى نتيجتك في سنة تانية وعلى نتيجتك في سنة اولى، تمام؟ فده اللي احنا بنسميه الكوميوليتيف. هنا الكوميوليتيف بقى مختلف شوية، يعني بنفس الفكرة، ولكن هنا القصة ان هو بيعمل عملية سمشن، يعني بيجمع. يبقى لما بيجي اقول انا عايز اجيب الكوميوليتيف ديستريبيوشن عند الاكس، كأني بالظبط بسألك وبقول لك طلع لي البروبابيليتي عند كل قيم الراندوم فاريبل اللي اقل من او تساوي الاكس دي، تمام؟ يبقى كأني بقول لك لو انا عايز الكوميوليتيف مثلا على سبيل المثال، لو اعتبرنا ان الجدول كده في هنا صفر وواحد واتنين بالمنظر ده، وجيت قلت لك انا عايز الكوميوليتيف عند الاتنين، فكأني بالظبط بقول لك طلع لي البروبابيليتي لما الراندوم فاريبل اكس اقل من او يساوي الاتنين، فكأنك هتيجي هنا تجيب قيمة الاتنين وتجمع عليها الواحد وتجمع عليها الصفر، ترجع بقى تجمع الكل اللي قبليه. اذا الكوميوليتيف ما هو الا سميشن للبروبابيليتيز من اول قيمة الاكس وما هو كل ما هو اقل منها. على سبيل المثال لو رحنا للمثال دوت، وده كان probability mass function، لو جينا نجيب الكوميوليتيف هنجيبه ازاي؟ قال الكوميوليتيف هيبقى بالشكل ده. انت عايز الكوميوليتيف عند السالب 2، يبقى الاف كابيتال عند السالب 2 بكام؟ قال لي يبقى قيمة السالب 2 وكل ما هو اقل منها. طب ده مفيش حاجة قبلها، هي السالب 2 كانت اول حاجة، مفيش حاجة قبلها، اذا هتبقى زي ما هي، هتنزل قيمة البروبابيليتي بتاعت السالب 2. ده المثال بالظبط كأنك انت في سنة اولى في الترم الاول، فنفس القيمة بتاعت البروبابيليتي للنيجاتيف 2 هي نفس القيمة بتاعت الكوميوليتيف بتاع النيجاتيف 2. طب لو انتقلنا بعد كده بقى على السالب 1، القيمة اللي وراه، وقلنا انا عايز الكوميوليتيف، عايز الكوميوليتيف فانكشن او الكوميوليتيف ديستريبيوشن عند السالب 1، هيقول لي يبقى انت هتجيب القيمة بتاعت السالب 1 والقيم بتاعت او البروبابيليتيز بتاعت القيم اللي اقل من السالب 1 اللي كانت قبلها، فيقول لي في مين؟ قال لي السالب 2 كان ليها probability، يبقى عندي السالب 1 2 over 8 plus اللي قبلها اللي هو مين؟ 1 over 8 هيساوي 3 over 8. طب لو نروح للي وراها، انا عايز الكوميوليتيف عند الصفر، يبقى هتاخد قيمة الصفر وكل ما هو وراها، كل ده وده، يبقى هتبقى 2 over 8 plus 2 over 8 plus 1 over 8، وممكن مباشرة تقول 2 over 8 plus 3 over 8، لان 3 over 8 دي اصلا مجموع الاتنين دول، فخلاص بدل ما تقعد تجمع ده وده، خلاص انت كنت جمعت دول قبل كده ب3 على 8، فمجرد انت تزود عليهم الاتنين على 8 هتطلع القيمة الجديدة بتاعت الصفر. طب لو قلت انا عايز الكوميوليتيف عند الواحد، يبقى الكوميوليتيف at x equal 1 هيساوي 2 over 8 plus 5 over 8 يبقى 7 over 8، والكوميوليتيف عند الاثنين هيساوي 1 over 8 plus 7 over 8 يبقى 8 over 8. كأنك انت جمعت بقى 1 على 8 زائد 2 على 8 زائد 2 على 8 زائد 2 على 8 زائد 1 على 8 اللي هو هيديك 8 على 8. وعلى نفس المثال اللي احنا قلناه من شويه بتاع الترانسميتد 4 بيتس، كنا طلعنا الديستريبيوشن او البروبابيلتي ماس فانكشن، هنقدر نجيب من هنا الكوميوليتيف ديستريبيوشن بنفس الطريقة. عند الزيرو هيبقى ذا سيم، عند الواحد هيبقى بلس الزيرو، عند الاتنين هيبقى بلس القيمة اللي قبلها، يبقى قيمة الاتنين زائد القيمة بتاعت الكوميوليتيف اللي قبلها، وقيمة التلاتة زائد اللي قبلها، قيمة الأربعة زائد اللي قبلها، هتلاقي الكوميوليتيف بتاعك أنت بتقدر تجيبه بسهولة شديدة. وممكن تكتبه في شكل فترات علشان نبقى فاهمينه برضو أكتر. يعني نفس المثال دوت لو احنا كتبناه في شكل فانكشن وحطينا انترفلز، هتلاقي ان انت بتقول انا بادئ من عند الصفر. طب ماذا لو كنت بتسأل على قيمة اكس ليس ذان زيرو اقل من الصفر؟ مفيش، صح؟ انت قلت ايه؟ مفيش. طب معنى مفيش ديت يعني احتمالها بيساوي ايه؟ يعني مستحيلة الحدوث، يبقى البروبابيليتي بتاعتها بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. يبقى اي فاليو للاكس ليس ذان زيرو كانت اقل من الصفر هيكون الاحتمال بتاعها بيساوي زيرو، فهتلاقي الاحتمال بتاعها بيساوي زيرو. وطالما الاحتمال بتاعها بيساوي زيرو، خلاص مجموعهم كلهم هيبقى صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر، يبقى احتمالهم بكام؟ بصفر ككوميوليتيف. طيب وانس ان انت وصلت عند الصفر، انت بدأت دلوقتي توصل، اول لما توصل عند الصفر يبقى الكوميوليتيف بيساوي كام؟ بيساوي الرقم ده اهو. طب لغاية امتى هيتني الكوميوليتيف بالرقم ده؟ قال لي طول ما انت ما وصلتش عند الواحد.
يبقى كل القيم، يعني تخيل انت بدأت دلوقتي، خلصت سنة أولى ودخلت في سنة تانية، وانت لسه في نص الترم الأول في سنة تانية، ما وصلتش لسه للامتحانات بتاعت نهاية الترم في سنة تانية، وجيت قلت لك ايه الكوميونيتي بتاعك؟ ما هو بتاع أولى، مش هيتغير. امتى هيتغير؟ لما تخلص امتحانات الترم الأول في سنة تانية، تمام؟ ده معناه ان هو هيبتدي يتغير، ومن هنا يبقى هتلاقي الفترة من أول الصفر لغاية، يبقى من أول الزيرو هنا closed، لغاية ما توصل عند قبل الواحد مباشرة الوان دي open، هتلاقي الانترفال دي كلها هي نفس دي، لأنها مش هتتغير أبدا غير لما توصل عند الواحد. يبقى من أول الزيرو greater than or equal zero until الوان هنا الاوبن، يبقى قبل الوان على طول، من قبل ما توصل للواحد مباشرة هتلاقي القيمة بتاعتها هي دي. طب اول بقى لما توصل عند الواحد، ده انا دلوقتي بقيت عند الواحد بقى، لغاية قبل مين؟ لغاية قبل الاتنين مباشرة هتلاقي القيمة بتاعتك بقت ايه؟ اتغيرت بقى، بقت 0.9477. يبقى من اول greater than or equal 1 less than 2 القيمة دي هتبقى 0.9477، ومن الاثنين لغاية قبل التلاتة تبقى كام؟ 0.963، ومن التلاتة لغاية قبل الأربعة تبقى كام؟ 0.9999، ومن عند الأربعة، أول لما توصل عند الأربعة بقى الاحتمال بكام؟ بواحد. طيب لو وصلت أنت بقى بعد ما اتخرجت خلاص وقعدت 20 سنة بعديه، وأقول لك تقديرك التراكمي في الكلية كام؟ هتقول لي هو بتاع الـ4 سنين، مش هيتغير، تمام؟ هو خلاص وصل عند الواحد، كل ما هو اكبر من الاربعة بعد كده خلاص هو احتماله بايه؟ بصفار، مفيش اي سنين تاني، خلاص مفيش حاجة تاني، يبقى كل اللي جاي بعد كده بصفار، كأنك عمال تزود على الواحد ده صفر 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 صفر، فهيتنيه واحد، يبقى كل اكس من اول الاربعة ما بقت بواحد واكبر من الاربعة يبقى greater than or equal 4 هتبقى equal 1. طيب تعالوا نشوف ازاي نرسم الكوميوليتيف ديستريبيوشن. ده الرسمه ديت هي البلوت للبروبابيلتي ماس فانكشن او البروبابيلتي ديستريبيوشن، للمثال اللي قدامي ده عند الزيرو كانت ايكوال كذا، دي البروبابيلتي ماس فانكشن بلوت، واللي عند الواحد كانت كذا، وعند الاثنين كانت 6 على 16، وعند الثلاثه كانت 4 على 16، وعند الاربعه كانت 1 على 16، تمام؟ دي الرسمه اللي احنا شفناها قبل كده في مثال تاني. طب الرسمه بتاعه الكوميوليتيف عامله ازاي؟ قال لي لو جينا نجيب الكوميوليتيف الاول في المثال ده، يبقى الزيرو هنا هيتنيها 1 اوفر 16، ال1 هيبقى 4 اوفر 16 بلس 1 اوفر 16 يبقى 5 اوفر 16، عند ال2 هيبقى 6 اوفر 16 بلس 5 اوفر 16 يبقى 11 اوفر 16، عند ال3 4 اوفر 16 بلس 11 اوفر 16 يبقى 15 اوفر 16، عند الأربعة 1 over 16 plus 15 over 16 يبقى بيساوي 1. ده كده الكوميوليتيف الصف التالت ده. طب تعالى نرسمه، لما نيجي نرسمه هنرسمه ازاي؟ قال لي الرسمة بتاعته هتبقى شبه السلم كده، دي discrete cumulative distribution function plot. اترسمت ازاي؟ قال لي لو بدأنا اهو من اول الصفر كانت القيمة بكام؟ بواحد على 16، لغاية كام؟ يبقى من اول لما بدأت عند الصفر اهو، من اول الزيرو كلوزد until to one open، لغاية الواحد open، لغاية قبل الواحد كانت value بكام؟ بواحد على 16، يبقى من اول الصفر اهو لغاية قبل الواحد، لغاية الواحد ده، بس الواحد ده open، كل ده بكام؟ قال لي كل دوت كان بواحد على 16، اللي هي قصادها هنا دي كده. طب من قبل الصفر كانت بكام؟ مش احنا اتفقنا بقى كل اللي كان قبل الصفر كانت احتماله بكام؟ بصفر، فتلاقي الخط ده هو بكام؟ بزيرو، كل ما هو less than zero يبقى ده كله اللي هو اقل من الايه؟ اقل من الصفر، كله كان بيساوي صفر، احتماله كله كان بيساوي صفر، وبدأ من اول الصفر لغاية قبل الواحد على طول قال له الاحتمال بتاعي بواحد على 16، وبعدين ابتدى من اول الواحد يبقى من اول one closed لغاية التو open بيدي له كام؟ 5 على 16، يبقى من اول الواحد لغاية قبل الاتنين على طول يبقى دي open اهي، كل ده كده كان بيساوي 5 على 16، الحتة دي كده 5 على 16. طيب وبعدين هنا من اول الاتنين closed لغاية قبل التلاتة على طول يبقى 3 هنا دي open، من الاتنين لغاية قبل التلاتة بكام؟ ب11 على 16، يبقى من هنا 11 على 16 لغاية قبل التلاتة على طول،
ومن اول التلاتة لغاية قبل الاربعة 15 على 16، ومن اول الاربعة لغاية بقى ما انت ماشي اكبر من هتبدأ بايه؟ بواحد. ده شكل الايه؟ الكوميليتيف ديستريبيوشن لو انت حبيت ترسمها او تعمل لها بلوت. وشفنا لو انت بترسم الكوميليتيف او البروبابيلتي ماس فانكشن، كل اللي احنا اتكلمنا عليه دوت في حالة الديسكريت راندوم فاريبل. هنقف لغاية هنا، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتم من المحاضرة، وان شاء الله نكمل في الشابتر دوت المرة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.